اللي جاي ده مهم جدا يعني. السؤال يا كابتن ايمن، الراجل دوت مشي ليه؟ لاتنبرج. اولا الراجل دوت في البدايه كابتن علاء هو جاي مدير فني للحكام او ماسك مدير تطوير للحكام، ملوش علاقه بلجنه الحكام تماما. يعني هم جايبينه في البدايه كمدير فني لجنه الحكام علشان يطور منظور. يطور. يبقى النهارده في فرق ما بين مدير لجنه الحكام ورئيس لجنه الحكام، دي مهمه عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا. ايوه. مدير التطوير يبقى انا زي المدير الفني كده كابتن علاء، انا بشتغل مع الحكام فني في الملعب وفي التطوير، وفي دي كانت شغلته في البدايه. الناحيه الاداريه لجنه الحكام كان هيبقى فيه مسؤول للجنه الحكام في هذه الفتره كابتن. طيب لما جه هو جه فتره قال انا هشوف الاربع مباريات او الاربع اسابيع اللي هم في الموسم اللي فات عشان نشوف الحكام واخد فكره وارجع تاني وارجع لكم أو يعني اول الموسم. الراجل لما جه قبل ما يجي كابتن ميلاد ايه اللي حصل؟ نقد يعني على طول الخط في الرجل، ده مش محاضر، ده ما بيعرفش يطور، ده ما بيعرفش في السعوديه اخفق، بص كل هذا الكلام لسه الراجل ما كانش استلم عمله. حتى احد اعضاء او مسؤولي لجنه الحكام اللي هو كان موجود لسه ما زال في الاتحاد. ودي نقطة مهمة جدا كابتن علاء، لما أنا أكون مسؤول في اتحاد الكرة عن التحكيم وأطلع أقول إن الراجل ده لا يصلح، وأقول إزاي اتحاد الكرة يعني يتفق معاه بدون ما يعني ما يرجعوا لي، ويمر الكلام دوت واتحاد الكرة ما ياخدش قرار. أنت النهاردة مسؤول في لجنة الحكام، أنا كاتحاد كرة خدت قرار بتعاقد مع جريتن بيلج، وتطلع تقول إن الراجل دوت لا يصلح وإن قرارات اتحاد الكرة ديت يعني ما كانتش مظبوطة، تحاسب. تحاسب طبعا كمسؤول، ولكن ما تحاسبش. بعد كده حصل يا كابتن بلال، هذا المسؤول اللي هو قال انا مش هشتغل مع جلاتنبرج وان جلاتنبرج مش بيطور، وكلام كتير اتقال، اتعرض عليه ان هو هيبقى رئيس لجنه الحكام وجلاتنبرج مدير تطوير. الراجل بعد ما سمع الكلام دوت رفض ان هو يشتغل مع هذا المسؤول، وقال لك لا ما اشتغلش معاه، ده الراجل ده بيهاجمني من قبل ما اشتغل. يعملوا ايه عشان يطلعوا؟ جابوا سمير عثمان. الكلام ده كابتن علاء انا بقوله بالظبط، كابتن سمير تيجي رئيس لجنه الحكام. الراجل محترم جدا سمير، جه قعد اتفق كابتن بلال، طب انا اختصاصي ايه؟ وده مهم، انا رئيس لجنه الحكام والراجل ده مدير تطوير، طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل مسؤول توزيع ولا انا همسك اللجنه ايه؟ يعني الكلام ده مهم جدا. كان ليه مطالب اربع شروط اهمها طبعا يعني كلها حاجات خاصه بالتحكيم يا كابتن علاء، ما حدش تقريبا رد عليه، وبالتالي ايه هم النهارده ولا ردوا على سمير ولا ردوا على الراجل جابوا له رئيس لجنه الحكام، قالوا لا انت بقى رئيس لجنه الحكام ومسؤول. ومسؤول، هنا ابتدت المشاكل. كابتن مالي الراجل ده جه نمره واحد، اتفرضت عليه لجنه الحكام مش بتاعته. هذه اللجنه الموجوده مع احترامي لكل اشخاصها لجنه الكابتن عصام عبد الفتاح. ولو في وقت هقولهم بالاسم. ما حدش فيهم يغير. يعني انت النهارده جايب راجل فرض عليه اسماء. ومع ذلك مفيش مشكله. طيب انت الراجل جه لقى القائمه الدوليه طلعت، حتى الحكام بيسالوا احنا القائمه الدوليه ازاي ومشاكل كتير، قال لك انا ماليش علاقه بالقائمه الدوليه، القائمه الدوليه دي عن سنه فاتت. صدرت له مشكله القائمه الدوليه، صدرت له اعضاء من جوه في صراعات يا كابتن علاء من داخل اعضاء اللجنه، من داخل اعضاء اللجنه. اذا النهارده فين التعاون اللي موجود من اولا من اللجنه اللي موجوده معاه؟ فين التعاون اللي انت في البدايه صدرت له مشاكل؟ فين التعاون لما انت عمال تهاجم الراجل ولسه ما اشتغلش؟ ده حتى لما قال وطلع قال كده كابتن علاء، قال ان المحادثات ما بين الحكم والفار انا على مسؤوليتي هطلعها هطلعها الناس تشوفها. المسؤول اللي طلع اللي كان موجود ده هاجم الراجل بشده، ازاي وده مخالف ومخالف كلام كتير جدا جدا. النهارده الاتحاد الدولي يا كابتن بلال بياخد قرار بان سيتم عرض محادثات الفار ما بين الحكم وتقنيه على الجمهور داخل ميدان اللعب وفي مع المشاهدين. صح. اذا الراجل دوت كان سابق وليه رؤيه، وبالتالي هيطبق من اول المباراه اللي هي في كاس العالم للانديه، ودي كانت ميزه. الراجل عمل ايه النهارده كابتن بلال؟ حاجه جديده جدا، وقال لك هعترف بالاخطاء التحكيميه وهطلع. وفعلا لو تفتكر كابتن علاء ماتش المحله والاهلي هناك ركله جزاء لاكرم ما اتحسبتش، هناك دهس على اكرم بطاقه حمراء، هناك حاله الشناوي طلع ايد قراراتنا اللي احنا خدناها هنا، وقال بالظبط ان التحكيم في هذه المباراه اخفق فيها ان الاهلي تعرض لظلم في هذه المباراه ولكن كسب. لما بنيجي نقول النهارده كابتن ان الاتحاد السكندري والاهلي اتحسب ركلتين جزاء على النادي الاهلي، محدش فينا اتكلم.
محمود البنا كان حكم ركلتين جزاء، واحده على ياسر ابراهيم والثانيه على الشناوي، ومع ذلك ما حدش كان بيتكلم وكنا دايما بنتعاون مع بعض. النهارده الراجل لقى المشكله وهناك هجوم كبير جدا يا كابتن علاء، ما حدش بيحميه، خد بعضه وراح انجلترا. والنهارده احنا التحكيم المصري للاسف دخل في النفق المظلم يا كابتن بلال. الحل ايه؟ الحل النهارده ايه؟ هل النهارده انت هتجيب حد من مصر يمسك لجنه الحكام في هذا التوقيت؟ صعب. اذا انا بقول من هنا من خلال قناه الاهلي، الراجل يعني لو في امكانيه يرجع يكمل، نحاسبه بعد نهايه الموسم. سيبوا الراجل يشتغل، الراجل بيعين تعيينات بيحصل فيه تدخلات، شيل ده وحط ده، ودي مشكله. يعني في معوقات كتيره جدا لكابتن بلال لهذا الرجل، وزي ما قلت احنا كنا هنا في النادي الاهلي داعمين لهذا الرجل ومساندين ليه. اتمنى لو جلاتنبرج هيقدم استقالته، وبقول اهو كابتن ايمن من فضلك احنا عاوزين حد من اوروبا تكون السيره الذاتيه او السي في بتاعه على مستوى عالي من اوروبا وليس من اي دوله اخرى. انا بقول اهو ده لمصلحه التحكيم المصري، لو احنا عاوزين يبقى في تحكيم مصري هاتنا حد يعني بديل لهذا الرجل يمسك التحكيم، ونبتدي الموسم الجاي لو هو يعني هيكمل مش هيكمل نبقى نشوف لجنه حكام من مصر.